مساء الخير على كل الناس، على اخواتي واصحابي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وفي كل مكان. الله يسعد مساكم يا رب. وتعرفين طبعا اول مره في حياتي اطلع في فيديو بكلم فيه الناس اصحابي واخواتي، اذا كان على اليوتيوب او الفيسبوك. ما اول مره في حياتي اعمل حاجه زي دي، بس انا قلت اعملها لله والله، مش محتاج اي حاجه. يعني انا قلت عشان انا مريت الفتره اللي فاتت دي بشويه حاجات كده والله ما كنت شاغل بالي بيها خالص، بس انا حبيت اكمل للاخر عشان افهم ايه الموضوع. الموضوع يعني اللي منتشر وعمال يكبر، على فكره بيكبر جدا، لان كل شويه بكتشف حاجات تانية بتطلع، فالناس ما في ناس كتير هتعدي عليها. ما علينا، في حد بعت لي طلب صداقة على الفيسبوك. لا مؤاخذة، الحد ده مش من بلد عربي خالص، وهيئه وبرستيج وشكل ومنظر، بس رحت على الفيسبوك يعني ما فيهاش حاجه يعني تشد، عاديه خالص. ده بعت لي طلب صداقه، انا ما بقبلش طلبات من حد غريب، فدخلت كلمته الاول على الرسائل على الماسنجر. قال لي مش هينفع نتكلم هنا، نتكلم انا هبعت لك عنوان بريد الكتروني واتكلمني عليه علشان المشاكل اللي على الفيسبوك. طب ماشي، طب ده ليه يعني؟ انا ما اعرفكش. قال لي عشان في صفقه هنعملها مع بعض، واتمنى ان انت تكون السبب في ان اعمل شركتي الجديده. عرفت ان الموضوع مش تمام. ما علينا، يعني خدت البريد الالكتروني وعملت بريد الكتروني انا يعني جديد مش محتاجه او ما يخصنيش بمعنى اصح. دخلت كلمته عليه سريعا، يعني هو قال لي في حد من عائله الوكيل، عيلتي الوكيل، كان عندنا في دولة آسيوية، مش هينفع أقول أسامي طبعا، مش عارف ده غلط ولا لأ، بس أنا مش هقول. توفى، كان سايب عندنا وديعة 12 مليون و600 ألف دولار في 2007، وكان ميعاد الوديعة دوت في 2015. أنا بالنسبة لنا ما أعرفش أي حاجة عن الكلام ده خالص، ولا أعرف يعني وديعة، ولا أعرف يعني إيه بنك، ولا ليه في الكلام ده، ولا بشغل بالي بيه. ما علينا يعني، قلت له ماشي، إيه المطلوب؟ قال لي احنا دلوقتي هنعمل حركه حلوه. ايوه يا باشا، اطلب وامر. قال لي انت هتخش كان انت الوريث الوحيد لجبرائيل الوكيل دوت علشان نصرف الوديعه. و15 15 يعني 50% 50% ومالكش دعوه باي حاجه. قلت له يعني هو، طب هو ما جاش ليه؟ قال لي وقت اتوفى، اما بحثت عنه كده اتوفى في 2015. طيب ماشي، يعني هو توفى في نفس العام اللي المفروض كان هيسحب فيه الوديعه. كلت الكلام وعادي، عديت ماشي. بعت لي اوراق يا جماعه، قسما بالله اكتر من محامي في مصر هنا شافهم، قال لي الاوراق دي رسميه 100%، الاوراق دي كلها رسمي ما فيهاش اي مشاكل وطالعه من مكاتب حكوميه والدنيا تمام. بعت لي كارنيه او صورتين للباسبور، وش وظهر، وصوره للكارنيه بتاعه، كارنيه في نفس البنك اللي هو المفروض ان قريبي دوت المفروض يعني سايب الفلوس فيه. حلو. قال لي انا مدير حساب، يعني مدير المحاسبين هنا في البنك، وانا صورتي مش هينفع تتهز، فعايزين نتكلم على البريد الالكتروني، وخلينا على طول على البريد الالكتروني هنا عشان مشاكل وبتاع. ماشي عادي. بعت لي شهاده وفاه للراجل المتوفي دوت رسميه. بعت لي ورقه زي كشف حساب كده من البنك رسمي فهمي نظمي. انا بقول لكم محاميين كبار اصحابي شافوهم، قول الورق ده 100%. طب الراجل ده عايز مني ايه؟ الراجل بيتكلم في حوالي 12 مليون و600 الف دولار. أنا والله العظيم وحياة والله ما كنت شاغل بالي بالفلوس دي ولا عايز، بس أنا قلت أشوف إيه الطرق الجديدة في النصب، يعني إيه اللي بيورد دلوقتي، يعني في إيه تاني، هنشوف إيه تاني. الراجل في الكارنيه شكله هيئة وحاجة جامدة، يعني مش كلام. ماشي. فقال لي هتبعت، راح بعت لي رسالة، قال لي هتبعت رسالة للبنك. خدت رسالة لصقتها في الـ في الـ في الـ في البريد، عندي في البريد الالكتروني، بعتها للبنك. البنك تاني يوم رد عليا. على فكره دخلت على الرابط اللي هو بعته لي بتاع البنك، لقيتهم موديني على الصفحه الرئيسيه بتاعه البنك،
يعني البنك الصفحه بتاعته الرئيسيه اللي موجوده على الفيسبوك موديني عليها رسمي على طول كده. طب انتوا يا جدعان تعملوا ايه؟ ماشي. بعت البنك رد عليا قال لي طب هتقول لنا هو تاريخ وفاه الاستاذ جبرائيل وتاريخ ميلاده واسم امه واسم مراته واسم اخته واسم فيلم كده. فرديت عليه قلت له البنك طلب مني كذا كذا كذا، قال لي دقيقه ويكون كل البيانات دي عندك. فعلا ما كملش 5 دقايق ولقيت البيانات كلها عندي، خدتها بعتها للبنك. خدوا بالكم في حد صاحبي يعز عليا قوي من اليوتيوب هو شايفني دلوقتي حاضر معايا كل ده، فكنت انا وهو بنقعد نضحك يعني الرسائل بتجيلنا هو يتزول شويه ويقول لي لا وانا برضه اتزول، يعني كلام مش ما يمرش على حد يعني. ما علينا، بعت لي الفلوس، بعت لي الفلوس ايه بعت لي البيانات كلها الحرف، بعتها للبنك. البنك رد عليا قال لي كده تمام الف الالف يا باشا، وهتاخد ايه انت كده الوريث الوحيد للسيد جبرائيل الوكيل. طب يا عم ماشي. فرحت رد عليه قلت له البنك قال لي كذا 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 كذا، قال لي طيب انت دلوقتي المفروض انك تجي لنا، يعني تجي لي على البلد الاسيوي ده، يا اما هتبعت لنا محامي معاه توكيل منك، يا اما انا هقوم محامي من هنا باسمك تعمل لي توكيل يعني على سن انا مثلا لو هبعت لو هعمل توكيل هعمل له توكيل هو مثلا لو الفلوس دي مثلا جايه خليها نقول جاية. هعمل له انا توكيل لمحامي تبعه عشان ياخد الفلوس باسمي ويديني بالرجل. المهم يعني ما علينا، انا طبعا والله وصاحبي شايفني دلوقتي عارف ان انا وهو بينه برضه وبين نفسه عارفين الحوار نصبه وفيلم في الاخر خلاص عشان 2003 دولار ده هيخدهم مني، وده اللي احنا يعني حسبناه ولقيناه. المهم يعني قلت له لا انا هجي لك معيش ما عنديش محامين ومش هينفع اعمل لك توكيلات. فقال لي طيب البنك كاتب لك في اخر الرد ان ممكن يقوم لك محامي تبعه، البنك يقوم محامي تبعه عشان هيمضي مكانك واوراق وحوارات كده وكلام. قلت له ماشي مفيش مشكله، لو البنك هيقوم حد تبعه انا ما عنديش مشكله. قال لي خلاص ماشي. جينا في نهايه الكلام عشان الموضوع طويل قوي يا جماعه، على فكره قعدت 3 اشهر على فكره 3 شهور. المهم يا جماعه ايه في الاخر خالص قال لي طيب البنك عايز 1800 دولار علشان اتعاب المحامي، لان المحامي ملوش دعوه باي حاجه هتحصل حتى لو القضيه سقطت. المحامي طب قضيه اللي سقطت يا عم انت قايل لي كده كده خلاص الفلوس بتاعتك. فطلع في الاخر خالص يا جماعه بالمختصر ان الحوار بيتكلم في 1700 دولار نصب، هو عايز ينصب عليا انا في 1700 دولار. وطلع الباقي ايه لما دخلت على الصفحه بتاعه البنك وركزت شويه في المنشورات اللي فيها وفي التعليقات اللي فيها، لقيت كميه جبرائيل لقيت عائلات مصر كلها والوطن العربي في عائلات جبرائيل او جبريل، جبريل الشربيني، جبريل الوكيل، جبريل الفيومي، جبريل الاسواني، 9000 مليون جبريل. يعني البنك دوت زي ما تقولوا ايه ما كانش حد بيخش الا اللي اسمهم جبريل بس، ويموتوا واهليهم المفروض ان هم يجي ياخدوا ايه فلوسهم. فانا قلت يا جماعه اعرفكم عشان تخلوا بالكم، والله العظيم والله العظيم انا بص انا ما خسرتش حاجه، انا خسرت جنيه حق طبعا، وما كنتش بعشم نفسي والله ومش عايز والله العظيم كده كده انا حتى لو كانت الفلوس دي جت والله العظيم كانت هتيجي بالراحه خالص وما كانش هيبقى لها طعم والله العظيم. فانا اللي طالبه منكم دلوقتي تخلوا بالكم اذا كان على الفيس او على اي مكان تاني، لان الموضوع ده منتشر واوعى حد يطمع، محدش يطمع بالورق اللي هيجي له والملايين واللي والكلام ده كله اونطه. كل دي فلوس مكتوبه على ورق، والمطلوب في الاخر خالص انك تبعت للمحامي ال 1800 دولار. 1800 دولار دولار يعملوا حوالي 27000 جنيه مصري. 27000 جنيه مصري، شوف يعني انا شفت تعليقات يا جماعه قسما بالله ناس بعت بيوتها وناس بعت التكاتك بتاعتها بعوا التكاتك عشان يبعتوا ال 1700 دولار، والاخر مغري مغري. فبالله عليكم تخلوا بالكم علشان ربنا يسترها كده، وطبعا كلها شقيانه وكلها تعبانه وكلها يعني ظروف ربنا يعلم بيها، والناس كلها عامه حتى المرتاح دلوقتي مش مرتاح. فتخلي بالنا وربنا يستر عليكم وعلينا يا رب. وما تكونوش بس زهقتوا من كلامي، انا اول مره اطلع بس والله قلت ايه لازم اعرف الناس برضو عشان ما حدش يمر. وعلى فكره معايا الاوراق ومعايا كل حاجه بس مش هينفع ارفعها على اليوتيوب
اوريها لحد عشان هتحصل لي مشاكل، هتحصل لي مشاكل من يوتيوب نفسه. وربنا يستر علينا وعليكم يا رب، ويستر على كل المسلمين في كل مكان في الارض. وانا اسف جدا لو طولت عليكم، بس والله العظيم ده واجب عليا والمفروض اعمله عشان كل الناس تاخد بالها. اوعى حد يطمع، اوعى حد يطمع يا جماعه بالملايين ولا الكلام اللي بيتقال دوت. قسما بالله العظيم كله نصب، عشان ال 1700 دولار او 1800 دولار دول اللي انت ممكن تبيع حاجه غاليه عندك عشان. الله يمسكوا كل خير، واسف لو طولت عليكم.